عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نعمل لايك ونشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. خبرنا النهاردة بيتكلم طبعا عن الإشاعة اللي الكاميرون طلعتها ان محمد صلاح عنده كورونا، ولكن طبعا ده كلام غير صحيح ابدا. ده هي إشاعة مطلعينها كلام مش صحيح، لان طبعا عملوا المساحات كلهم وطلعت سلبية، وهيعملوا مساحات تانية. وكمان سفير مصر في الكاميرون قال ان هو هيشرف بنفسه على المساحات دي خوفا من اي تلاعب يحصل من الكاميرون اتجاه مصر. على راحوا واتفقوا مع اكبر معامل هناك وهيحللوا كل اللعيبة تاني مرة تانية بعد اجراءهم مساحات الكورونا. وكمان الماتش على ارض الكاميرون، وكمان اللي حصل ان اتو قعد يقول للعيبه بتاعه الكاميرون ده حرب حرب حرب، انها الحرب ومفاعل جدا، ولازم تكسبوا منتخب مصر، مش لازم هو اللي يفوز عليكم. وان شاء الله احنا بنتمنى يا رب كده بدعواتكم كلكم ان المنتخب المصري يكسب ان شاء الله على ارض الكاميرون، منتخب كمان ياخد الكاس. كل كده الناس تدعي يا رب يا رب يا رب ان شاء الله المباراة القادمة يكون الفوز لمصر، اللهم امين. ونشوف حضراتكم على الف خير باذن الله في فيديو جديد وخبر جديد، استنونا دايما.